النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2026 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 24 من يوليو 2024 وتنتهي في 23 من أكتوبر 2024. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.54%، وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.374%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 128%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 210 ملايين دينار بحريني. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. ارتفعت أسعار الذهب صباح الثلاثاء مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع. قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 20% مسجلا 2400 دولارا و22 سنتا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 14%. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من دبي الأستاذة إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول. مرحبا بك أستاذة في النشرة الاقتصادية. ويعني مع ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية، كيف تقرأين ارتفاع أسعار الذهب صباح الثلاثاء؟ يعطيك العافية أختي، وسعيدة جدا أكون معاكم. نقدر نفسر انخفاض أسعار الذهب قبل لا تصدر البيانات الاقتصادية الأمريكية على أنه هو استجابة حق توقعات السوق للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية. يعني في عندنا توقعات إيجابية أولا. غالبا الناس، الكل يشوف الذهب على أنه آخر استثمار ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين أو انكماش الاقتصادي. عشان كذي ممكن أنه يشير انخفاض سعره إلى زيادة ثقة المستثمرين بالتوقعات الاقتصادية العامة. هالشيء وايد حلو. ومع هالشيء مهم نلاحظ أنه في عوامل مختلفة ممكن تأثر بعد على أسعار الذهب، وممكن يتأثر هذا الانخفاض بعد الديناميكيات السوق الأخرى أو معنويات المستثمرين حتى. بالتأكيد الأستاذة إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. تراجعت أسهم شركة بورشة الألمانية لصناعة السيارات يوم الثلاثاء بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الحالي بسبب أزمات سلاسل التوريد مع نقص سبائك الألمنيوم الخاصة بصناعة المركبات. وانخفض سهم بورشة بنسبة 4.4%، مما قلص بعض الخسائر السابقة. وأوضحت الشركة في بيان أنها تتوقع الآن أن تتراوح إيرادات المبيعات بين 39 مليار يورو و 40 مليار يورو للعام المالي 2024 بأكمله. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.